لكم سارع السابقون وذادوا عن حمى الوطن ومقدساته وبقعه الطاهرة. بينما تجلس في الشمس يا أخي، هل يليق بي أن أجلس وحدي في الظل؟ إن معاينة المحتاج والإحساس بضعفه لأمر يغشى مكامن النفس ويحثها على بذل المزيد. بعد معاينة موقع حفر البئر بقرية إحرفاش، نسير لمعاينة حالة مسجد القرية والوقوف على احتياجاته. إذا كما كتشوفوا مشاهدينا الأعزاء، هنا مياضي ومغسلة أيضا أموات. إذا هادو كتشوفوا المياضي أنتم، حالة شوية ضعيفة، الحالة يعني مهلوكة شي شوية، بغات شوية الإصلاح. كاين البيبان خلاص ولكن باقي شوية الإصلاح. هانتوما عزيزي ندخلوا شي شوية باش تشوفوا متابعينا الأعزاء. إذا هنا بيوتا ديال اللوضو، هانتوما فعلا كما كتشوفوا الحالة مهلوكة ديال بصح. كيفما كتشوفوا هاد الحالة هذه خاصة شوية ديال التغيير. في البداية كيصحاب لنا مراحيض لكن خاصة شوية ديال التغيير، الحالة مهلوكة شي شوية. وكتشوفوا باقي حتى الصور ديال الضو هاد البلاصة هذه خاصين، ولما كذلك. إذا فهاد الناس ديال هاد الدوار هذا كينشدكم أنكم تساعدوهم. كيفما كتشوفوا وهنا القاعة ديال الصلاة، حتى هي بغات شي ديال الزرابي، شي زرابي، وبغات المصاحف، وبغات شويه ديال الاصلاح كذلك. عرفتش يعني خاصها كاينه شويه ديال الميديتي في الحيط، كاينه شويه ديال الميديتي في الحيط، ولكن خاصها شي شويه الاصلاح ان شاء الله. ولكن راه الحاله شويه متوسطه. وهنا بلاصه فين كيقرا، بلاصه فين كيقرا، إن العلم نور والجهل حقا، هذا صحيح. وهذه مجموعة من الأدوات التي تستعمل في القراءة، ألواح، كذلك أدوات. وهذه مكان ديال الأذان، مكان ديال الأذان. زيد سيدي زيد، بسم الله. أيه نضرب واحد الدورة. السلام عليكم. بسم الله سيدي. هذا الدار ديال الفقيه. السلام عليكم سيدي، كي داير سيدي؟ بارك الله فيك. هذه الدار الفقيه خاصها شي ديال الاصلاح، لا من ناحيه ديال الماء لا من ناحيه ديال التجهيز. عندي الحاله ديال المسجد من برا خاصه بزاف ديال الاصلاح، مهلوكه شي شويه، مهلوكه بزاف. حتى الصومعة، حتى الصومعة قلت لي لا، حتى الصومعة ما كايناش. انتم كما كتشوفوا متابعينا الاعزاء وجمعية نساء فاعلات خير، راه مخلات ودائما كتنتقل لعين المكان وكتصور هاد الامور هادو، وكتحاول دائما دير الاصلاح من جهتها، وكتدعوكم ايضا انكم تساعدوا في هاد الامر هذا. على بعد كيلومترات قليلة يقع مسجد قرية إمسكر، ليس اقل شأنا واحسن حظا من سابقه. هذا المسجد هو الاخر في حالة مزرية. اشكو مع فورم وشي الومان هي من زوره ما نشكو حتى غير كثر تدخل في المزيده وراي لي ومان. اوكي الحمد لله. لا ما كنسلع كان ان ثلاثه طون السيمانه ديال زرعته ديال 1000 كان ان شاء الله راه تسدو السنه اللي جات. هي كمل ومان ان شاء الله راه تسدو. شكون ما يشقى غير يا السونتر نكوفا ريست زعما تقريبا 5 الدواوير راه تيلي في الفيديو اصلي ما يز 5 غير الجمعه ولا 5 غير الصباح كلش 5 غير الجمعه. الجمعه السي فريد تعمر هذا السكوسي ديال هذا البلاصه صافي صافي صافي. وما رافقه تحتاج لبعض الإصلاحات. يات الطواليت مشاهدي الكرام، يات الطواليت هذه اللميات فقط، يات المهم يخصي بعد بزاف خير الكل يخصي بعد. الروبيني شوف الضرب يخصي بهذا المشاهدين الكرام، خصتي المعاونه ماشي بهذا الخير. الله يجازيهم بخير. الاصلاح اول حاجه خصها الاصلاح بصح، هي غير الاصلاح، هي غير الاصلاح صح. كل شيء هذا كل حيده هذه الاصلاح البقعه غير
ان شاء الله زنزايد زنزايد المقصوره صافي ان شاء الله اشكو مع زريست المزيد يكون الصفر غتكون من جهه التيكات من راسو راسو التلتيسه مع التصاله واخا سكيت نصطاد الصفوف غتنزحم ولاني غداخت فوق نصطاد مراحل اللي ثمن الباب غينا غداخت الصاله البلاصه اللي سين زوار المهم غينا نكون ان شاء الله من البلاصات يعني 6 متر غير زيد 8 متر ان شاء الله باش التيكات بوقع 40 50 متر ان شاء الله باش نزيد المقصود يخدم ربي المهم دابا غير هادي انا نجوجتو لا نسيماد 1000 دريكه ان شاء الله هاد الحديد لا الحديد الفايج الكيس الحمد لله تي غير هذا اللي وجد نومان اللي المهمات قد ملئت اسلاك سقفه بالصدا ننتقل بعدها لمعاينة حالة القرية إذا كيف ما كتشوفوا متابعينا الأعزاء الطريق حالتها متدهورة جدا حالة متدهورة جدا يلا كتسمح بمرور الدواب فقط لا غير وبالتالي يجب فقط تحسين من حالتها وتغطية هذا المسائل هذا يعني هذا دوار يحتاج إلى التنمية من أوله إلى آخره ومن ألفه إلى نهاية زر غيد غيد نهاية ودوار غيد وكان الاستطاعة الجمعية ودرس الاستطاعة باش تسكر على راس وإنما إن شاء الله نتنوى السلطات مثلا المسؤولين تحرك إن شاء الله غير تسكد غير غرس ونكون إلى نافورة لا والو لا غير غرس اللي كان ضروري كاين قير رجلي يا صافي المشكل بعدا ديال الماء راه تحل المشكل ديال الماء راه تحل الحمد لله بقات اليوم الطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم الادوار يمسكل المشكل ما السر يبقى غير تي مزكيده دوغارس هو هذا المهم دات نتاوي على السلع تتنفال غير تيدا انت سي سلبا حاجه غير سي نصاصا يا زوج السماء زوج إن الأنفس إذا انتكس طبعها انتكس قلبها أيضاً واسود ما بها من جوارح فصارت تستقبح الحسن وتستحسن القبيح وكلما نظرت رأيت من حولي أنفساً تتغير نحو الأفضل وأخرى يحبسها سوادها عن فعل الخيرات فرب أناس منا وليس فينا ورب أناس فينا وليس منا ورب أناس فينا وليس منا ورب أناس فينا وليس منا يا Thank you.